تتحركيش مهما حصل. الموضوع اللي كنت ابي اكلمكم فيه حيستفيد ايه من عداوتك؟ ما اعرفش. من وين نبتدي؟ احنا دلوقتي هندور على مصر كلها. انا بطالب بتعويض عن الميراندا اللي ضاعت. لا في حاجه في عيني؟ لا مفيش حاجه. خد هي الدبابه يا عم اللي لاقيها فين؟ ماي قاسي الحكومه كده هتمسكني. استنى